بينما أنا جالس إليه بلغ منه الجهد ما بلغ، وتصبب جبينه عرقا واحمر وجهه وتربد وصك على ثناياه وارتعدت فرائصه كمن أصابته حمى، وبقي على تلك الحال حتى ظننت أن نفسه تفيض منه، وبعد لحظات عاد إلى وعيه. قال لي معلمي: ستمر بالبلاد أحداث خطيرة حتى يظن الناس أن ليلتهم هذه هي الليلة الأخيرة، ولا ضوء يلوح ولا للنهار صباح. قال معلمي: إذا علا خطاب الإصلاح ونادى المنادي حي على الفلاح، احذروا فتنة السفاح، سيفتك بالأمن السلاح، وتدنس حياض وتكسر جناح، وتظهر من جديد ومن تحت الأرض أشباح. وبينما يقتتل القوم على المفتاح، لن يكتب لأي منهما النجاح، مضيا معا أم فرادا ما نخشاه لاح، وقوم مع القوم مالوا حيثما مالت الرياح. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعطاني معلمي ألواحا ومصباحا، وأوصاني بشديد الحرص على الألواح، ففيها حسب قوله النجاة وبها الانشراح، وحذرني من مشاركتها مع أحد، وإلا أغضبت وأقلقت سكينة الأرواح. وأنت حتى ترتاح، أكل فسنجون وحلي بالمتاح، كل ذلك وأكثر في مساحة الله منها يستر.